بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في محاضرة البصريات الحديثة سنكمل ما بدأنا به في المحاضرة الماضية. راح تلاحظوا في جزء كبير من هذه المحاضرة في إعادة لتثبيت المعلومة. يعني في عنا هذه المحاضرة 6 سلايدات، 4 منها تقريبا إعادة مع شوية تفاصيل وسلايدين إجداد. في هدفين لذلك، الهدف الأول مثل ما حكيت لتثبيت المعلومة، والهدف الثاني يعني ما بدي أثقل عليكم في محاضرة نهاية الأسبوع. فموضوعنا هو Matrix Treatment of Polarization، المجال الكهربائي للموجة الكهرومغناطيسية اللي بتنتشر باتجاه زد، يعني باتجاهكم انتم بتطلعوا على الشاشة. الإلكتريك فيلد في وضعية يتم arbitrary يعني orientation، له مركبتين EX و EY. والإلكتريك فيلد هو عبارة عن محصلة هاتين المركبتين. General form للمركبتين هو هذا الفورم اللي مر علينا في المحاضرة الماضية، وحكينا كي زد هو اتجاه الانتشار باتجاهكم، المجال الكهربي موجود في الاكس واي بلين، سلوك اضطراب المجال الكهربائي بتحدده اوميجا، الانيشال فيز للاكس كومبوننت فاي اكس، و للواي كومبوننت هو فاي واي. فإعادة كتابة المعادلة هذه يمكن أن يكون بهذا الشكل، ومن ثم بهذا الشكل حيث سمينا E نوت اللي هي الكومبلكس أمبليتيود. بناء على العلاقة ما بين E نوت إكس و E نوت واي وفاي إكس وفاي واي يتحدد الستيت أوف بولاريزيشن، حالة الاستقطاب. وهناك 3 حالات: linearly polarized light، circular polarized light، و elliptical polarized light. موضوعنا اليوم هو circular لأنه احنا أخذنا في المرة الماضية linear، لكن في مزيد من التفاصيل عن هذه الحالة. طبعا المركبتين هذول اللي هم الاكس كومبوننت والواي كومبوننت هو مركبتين متعامدتين، يعني هذا على المحور اكس وهذا على المحور واي، مجموعهم بده يعطيني الريزلتنت الكتريك فيلد. وعند تطبيق قوانين السوبر بوزيشن على هذا النوع من الجمع نحصل على general form of polarization، ممكن نسميها master equation of polarization of light. فتعتمد على سعتي مركبتي المجال، وتعتمد على دلتا اللي هي phase difference، فرق الطور ما بين المركبة العمودية والمركبة الأفقية. في حالة كتابة الكومبلكس أمبليتيود، احنا كتبنا هذه المعادلة في المرة الماضية، ويعني في رغبة عندي اني افصل فيها، لانه عند مراجعة الفيديو شفت اني حكيت هذه المعلومة بسرعة. فلاحظوا هذا الماتريكس هون اللي هو هذا الماتريكس، لما اخذ A to I phi x عامل مشترك بطلعها برا المصفوفة، بضل داخل المصفوفة العنصر العلوي E نوت x والعنصر السفلي E نوت y في A to I phi y على I phi x، لأني طلعت ال I phi x برا. الآن لو أرد أدخل ال I
الـ A to I phi X داخل المصفوفة بدي أرجع لهذا الشكل. ولأن phi Y و phi X في الأس فتنطبق عليها قواعد التعامل مع الأسس، يعني في حالة القسمة يمكن إعادة الكتابة على شكل طرح للأسس. فبصير عندي هنا القسمة هاي I افتح قوس phi y minus phi x اللي هي مين؟ دلتا. فبستعيد عن هذا القوس بدلتا وبحصل على هذا الشكل. بناء عليه أخذنا ثلاث حالات: horizontally polarized light، طبقنا عليه جونز فيكتور وحصلنا على هذا الشكل، العنصر العلوي 1 السفلي 0. vertically vibrations of the electric field along y axis أثناء الانتشار باتجاه z. فالمركبة الأفقية 0 والمركبة العمودية كل القيمة على المحور العمودي تساوي 1. والجنرال فورم للينيرلي بولارايزد لايت هو عند أي زاوية، قد تكون 0 وقد تكون 90 وقد تكون أي زاوية أخرى. فالجنرال فورم A في ماينس 1 أس إم وساين ألفا، ألفا هي الزاوية اللي بيصنعها الإلكتريك فيلد مع محور إكس وساين ألفا، حيث إم عدد صحيح موجب أو سالب أو صفر. الحالة الثانية هي السيركولار بولارايزد لايت، بمعنى أنه أثناء الانتشار متجه المجال الكهربائي مثبت عند ذيله ورأسه يدور، مثل هذه الحالة مثبت عند ذيله ورأس المتجه يدور. أثناء هذا الدوران برسم سيركل، ومن هنا التسمية circular polarization. الآن إحنا إذا طلعنا من الجانب بنشوف helical shape، يعني شكل زنبركي، لكن لما نطلع بشكل متعامد من أمام، من عند هذه النقطة أو من عند هذه النقطة، نشاهد المسار الدائري اللي منها تسمية نوع الاستقطاب. الآن رسم المسار الدائري يمكن يكون في هذا الشكل، وإذا راقبنا النقطة الحمراء البوينتر الأحمر بنلاحظ أنه حركتها مع عقارب الساعة، فهذا بسموه clockwise circular polarization، يعني استقطاب دائري مع عقارب الساعة. بينما إذا كان المجال الكهربائي رأسه يرسم دائرة بهذا الشكل أثناء الانتشار بهذا الاتجاه، فإحنا بنحكي counter clockwise أو anti clockwise، يعني استقطاب دائري بعكس عقارب الساعة. فالاستقطاب الدائري يمكن أن يكون مع عقارب الساعة ويمكن يكون بعكس عقارب الساعة. السؤال اللي بنطرح هون على ماذا يعتمد؟ يعتمد على العلاقة الطورية بين المركبة X والمركبة Y من المجال الكهربائي. شو يعني العلاقة الطورية؟ يعني الزاوية. شو يعني الزاوية؟ يعني الزاوية موجبة ولا سالبة؟ نحن بنعرف أنه عندما تكون الزاوية موجبة تقاس في المستوى بعكس عقارب الساعة والعكس صحيح. طيب هذا من جانب. من جانب آخر إذا رجعنا للمعادلة العامة اللي سميناها Master Equation of Polarization of Light وعوضنا محل دلتا باي أوفر 2 يعني 90 درجة، واعتبرنا أنه E نوت X و E نوت Y متساويتين وتساوي A. إيش هي E نوت X؟ هي الامبليتود of the X component
والـ A نوت Y هي الـ Amplitude للـ Y Component. فاعتبرنا الساعتين متساويتين، ودلتا تساوي باي على 2 اللي هي 90. كوساين 90 نعرف انه يساوي صفر، كوساين 90 صفر، فكل هذا الحد راح يكون يساوي صفر في هذه الحالة، أي حالة لما يكون فرق الطور ما بين المركبتين يساوي 90 درجة. كوساين 90 يساوي 1، إذا الطرف الأيمن يساوي 1. فإعادة كتابة المعادلة بناء على هذه المعطيات اللي هي دلتا تساوي 90، وي نوت اكس وي نوت واي متساويتين وتساوي ايه، إعادة كتابة المعادلة يتم بحيث انه بنحصل على هذا الشكل. فالمقام هنا والمقام هنا A تربيع، بنوحد المقامات بنضرب ضرب تبادلي بنطلع بهذه المعادلة اللي هي معادلة الدائرة. وبالتالي ما هو شرط السيركولار بولاريزيشن؟ الشرط انه يكون فرق الطور بين الاكس والواي كومبوننتس اوف ذا الكتريك فيلد باي على 2 او مضاعفاتها، باي على 2 او مضاعفاتها، يعني او يعني مضاعفاتها الفرديه، يعني بدها تكون 90 بدها تكون 270 وهكذا. ماشي، يعني 2 باي على 2 ما بتزبط، لانه 2 باي على 2 باي بتعطينا، اما 3 باي على 2 بتزبط، 5 باي على 2 بتزبط، 7 باي على 2 بتزبط، لا الصفر بزبط ولا المضاعفات الزوجيه من باي على 2 بتزبط. يجب ان يكون هناك مضاعفات فرديه موجبه او سالبه، دائما بتعطينا 90، فالكوساين صفر والساين 1. فنحصل على معادلة الدائرة عندما تكون الساعتين متساويتين. آخر سلايد في هذه المحاضرة، هنا بحكي لنا at the instant EX reaches its maximum displacement EY is zero. طيب احنا بدنا نتخيل الآن انه رأس المجال الكهربائي يتحرك ويرسم دائرة بينما ذيله ثابت. ففي اللحظة اللي بكون هون المجال الكهربائي EX بتكون الماكسيمم و EY صفر. بعد ربع دورة a fourth of a period EX تصبح صفر و EY تصبح الماكسيمم. يعني لو قسمنا هذا الربع، ربع الزمن الدوري، إلى ثلاث مراحل، الصفر والنص الربع اللي هو ثمن الدورة والربع نفسه، فعند الصفر اي واي تساوي صفر، هاي اللي عند الصفر، واي اكس تساوي ايه، عند نص الربع اللي هو الثمن اي واي لما يكون اكزاكتلي T تساوي T over 8، EY تساوي A sin زاوية 45، لأنه هاي الزاوية بتكون عند هذا عند هذه اللحظة 45، EX A cosine 45. طيب بعد ربع زمن دوري، يعني هون EY تصبح A EX تساوي صفر. تتبعوا الأربع أرباع بهذا المنطق، نلاحظ انه بده تتشكل عندنا دائرة بتنرسم بين كل لحظة واللحظة اللي تليها بشكل يكون بعكس عقارب الساعة. فلما بدنا نكتب جونز فيكتور لهذا الكيس نكتبه بهذا الشكل، فاي واي ماينس فاي اكس تساوي باي اوفر 2، وبالتالي ممكن أعتبر أن الفاي إكس تساوي صفر والفاي واي تساوي باي أوفر 2.
لأنه الفرق بينهم باي أوفر 2، فأنا بقدر أحط أي زوايا، لكن لازم يكون الفرق بينهم باي أوفر 2. فللتسهيل بعتبر أنه فاي إكس تساوي صفر وفاي واي تساوي باي أوفر 2. تعويض الزوايا هذه بيعطينا هذه العلاقة، بطلع A عامل مشترك، بضل عندي هنا واحد، و E to I مضروبة في باي أوفر 2 لما أحولها لأويلر، كوساين الباي أوفر 2 صفر، والساين أوفر والآي في ساين باي أوفر 2 بتعطيني I. فشكل جونز فيكتور لا هذا النوع من الاستقطاب، وهو استقطاب دائري بعكس عقارب الساعة، يساوي واحد وآي مضروب في عدد. ممكن النورماليزد يعني فورمولا له بتكون مختلفة، بنتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة الماضية القادمة، عفوا الماضية وين رحت. طيب ف لاحظوا هون عندنا برضه الماتريكس أو جونز فيكتور هو عبارة عن مصفوفة برضه 2 في 1، العنصر العلوي هو عدد حقيقي والعنصر السفلي هو عدد خيالي. أي شكل يعطينا بهذا أي شكل لجونز فيكتورز بهذه التركيبة حقيقي خيالي، مباشرة بنتحدث أو بنحكي عنه إنه هذا بيعبر عن circular polarized light والسيركل اللي بيترسم counter clockwise. فthis vector represents circularly polarized light where E rotates counter clockwise viewed head on. يعني احنا بنطلع عليها بشكل عمودي، فالرأس المتجه الكهرباء متجه المجال الكهربائي يرسم دائرة بعكس عقارب الساعة counter clockwise. وهذا النوع وهذا النمط من الاستقطاب بسموه left circularly polarized light. طيب ماذا عن الرايت هاند سيركولار بولارايزد لايت؟ ماذا عنه؟ الفرق انه بنستبدل باي على 2 بماينوس باي على 2، لذلك شو اللي راح نحصل عليه؟ ما هو الشكل المتوقع لجونز فيكتور؟ فمن نترك هذا الامر كسؤال مفتوح حتى نبدا في محاضرتنا القادمه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.